كل سنة وانت طيب، احنا داخلين على العيد ومفلسين معناش فلوس، ربنا يستر. القناة كلها مفلسة بالكامل وعلى رأسهم انا. شفتوا الفقر وصل بينا لغاية ايه؟ ان الكارت بتاع التليفون المحمول اللي احنا بنطلب منه ما فيهوش رصيد. الفقر وصل بينا، ما حدش مصدق. والله يا جماعة انا محتاج 200,000، كم؟ 300,000 جنيه وعشره.